رسائلي هذه الحلقة رسالة بتوقيع إحدى المستمعات، تقول نون عين ألف، تسأل وتقول: إذا فات شيء من قيام الليل أو صلاة الوتر متى يقضيها الإنسان؟ هل يقضيها في الصباح مع صلاة الضحى أم بعد صلاة الظهر؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. فمن فاته قيامه من الليل أو الوتر فإنه يقضيه بعد ارتفاع الشمس، فيما بين ارتفاع الشمس إلى رمح إلى أن تتوسط الشمس بكبد السماء وإلى دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لقضاء قيام الليل والوتر لمن فاته شيء من ذلك، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، أنه إذا فاته قيامه من الليل ووتره فإنه يقضيه من الضحى. فكان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا قضاها في النهار فإنه يشفعها فيقضيها 12 ركعة، وكذلك يفعل من فاته قيامه من الليل، فإنه إذا أراد أن يقضيه على الوتر من النهار فإنه يقضيه مشفوعا. نعم.